قرابة 500 كيلومتر على طول الطريق السريع الدولي الممتد من أقصى شرق المحافظة إلى أبعد نقطة في منطقة عرعر العراقي، حكومة الأنبار المحلية تكمل استعداداتها الأمنية والصحية والخدمية لنقل الحجاج من جميع أقضية المحافظة إلى الديار المقدسة برا. الأستاذ محمد نوري أمر بتشكيل لجنة وذلك للوقوف على تفويج الحجاج بيت الله الحرام. طريق مؤمن 100% قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار والأجهزة الساندة من الأمن والمخابرات والأمن الوطني، جميع هذه الأجهزة مستنفرة كل الاستنفار لغرض تأمين الحجاج بيت الله الحرام. تفويج حجاج المحافظة سيتم على شكل رحلات ترسل حسب التوقيت الزمني لأقضية المحافظة، وستبدأ من مدينة الرمادي والمنطقة الغربية بواقع 624 حاجا موزعين على 13 مركب حديثا، لتكون الأقضية الأخرى تبعا لهذا التوقيت. بتوفيق الله عز وجل تم الاستعداد لتسيير 33 قافلة من حجاج بيت الله الحرام من محافظة الأنبار بعد استكمال الإجراءات اللوجستية ما بين الجهات الأمنية والصحية في المحافظة لوصول حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة بسلام. كذلك تم توفير أماكن استراحة على طول الطريق ومجهزة بكل ما يحتاجه الحاج، ومعالجة الحالات الطارئة ستكون هناك مفارس صحية على طول الطريق. في منطقة عرعر ستكون هناك المفارس الصحية موجودة والدعم اللوجستي موجود. في قرعة هذا العام يتخذ الإجراءات الإدارية هو تسليم الوصولات ودفع المبالغ، بعدين يجي يسجل يختار الحاج كل متعهد اللي يريد يسجل يمه. بعد أنك تكمل الأعداد، وهذه السنة باصن كل باص 24 48 مع السواق والمرشد الديني، تبدي خطوات إرشادية وإدارية، كل متعهد يختار مكان يعطي للحجاج والحاجات، أكو مرشد دينية وأكو مرشد ديني. اتساع رقعة محافظة الأنبار وبعد المسافة بين مركزها ومنفذ عرعر الحدودي دفعوا حكومتها المحلية إلى استنفار كافة جهودها لتأمين الطريق البري لتفويج الحجاج في المحافظة، مع توفير كافة الإجراءات اللوجستية لهم. من غرب محافظة الأنبار، عثمان الهيتي، الرشيد.